ريو ماجوري أو البلدة من البلدان الخمس لتشينكو تيري الذي يعود إنشاءها إلى القرن السابع الميلادي. تتميز بسحر الطبيعة، جمال المباني، ألوان زاهية وجبال منحدرة على سطح البحر. منتزه وطني محمي لا يسمح فيه بالبناء أو التغيير. في عام 1997 أعلنت اليونسكو أن تشينكو تيري من التراث العالمي المحمي من قبل اليونسكو. أكثر وسائل النقل راحة للذهاب إليها هو القطار بسبب وعرة الطرق وانحدارها. لا تنسى أن تقطع طريق الحب مشيا على الأقدام لفيا ديلا موري الذي يصل ريو ماجوري بما يليها من البلدان الخمس مانارولا. ولا تنسى أيضا زيارة معالمها القليلة في العدد القديمة في العمر. كنيسة سان جوفاني باتيستا التي تم بنائها عام 1340 وكنيسة سان لورينسو التي تم بنائها عام 1338. وهناك أيضا قصر ريو ماجوري الذي تم بناؤه عام 1260. وفي المرة القادمة وعبر طريق الحب لافيا ديلا موري سنسحبكم إلى سان البلدان الخمس مانارولا، فتابعونا.